شيء غريب. قديش قيمة إنه واحد يكون فعلاً فصيح ومبين؟ يعني ما بتعرفوا قديش عدد المرات اللي يوصف فيها القرآن الكريم بأنه كتاب مبين. هلا عيسى ابن مريم شفتوه لفيلم مريم المقدسة بالمنارة، عرضوا اللي له بإيران إنه هذا البطرك الكبير حاخا، قال له شو هذا عم بيسخن منا؟ يعني هذا الطفل كيف بده يحكي؟ وحكى تكلم. بالنسبة للعرب كمان لتظنون شيء قليل، العرب من أزكى أزكياء مخلوقات الله، وخصوصا إنه كلمة عرب تعني الصفاء، ماء عرب يعني ماء صافي، نحن بصافيتها. كلمة عرب تعني أنفس. كثير عروبة، محمد خضر بيناتنا اليوم، محمد خضر بيغني لي عرب الخضر عروبة لا تحاصر. عروبة معناها السماء السابعة. أقول العرب كيف انبهروا بقضية المسيح في القرآن؟ عادي يقولوا على الكتاب المقدس شو ما قالوا الناس، بعض الناس، لكن هذا مصحفهم هم، هذا قرآنهم هم. ماذا يقول عن المسيح؟ المسيح تكلم في المهد. هذا بالنسبة للعرب أنا برأيي من أبهر البوادر. ليش؟ لأنهم أهل كلام وأهل بيان وأهل فصاحة، وبالتالي عندهم إذا كان واحد شاعر يلطيه، إذا كان واحد قال قصيدة بدق طفول وزمور وبيذبحوا الجمال وبيعملوا ولائم لأنه نبغ فيه شاعر. إذا معناها كم يقدسون الكلام. هلا جاهم واحد أكثر من الشعر وأكثر من النسج. شيء عجيب وغريب، واحد يحكي من المهد وهو طفل ويقنع الناس. هذه كانت الوهلة الأولى. بدأ سيدنا طفل، بدأ بأمه يقنعها، لما بقيت وشكت قال لا 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 تحزني لقد جعل ربك تحتك سريا. انت شي بتحفري مثلي تبقي اجرك بالارض يطلع نبل. هلا هو عالم طبوغرافيا اخونا قبل ما يخلق، بعده هلا خلق، بعده ما قمضت امه بعدها عم تبكي وتعن. قال جعل ربك تحتك سريا، دقت طلع بوين شربت. هلا هزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. فالاخ عالم فيما تحت الارض وعالم بما فوق الارض، عالم بالماء بالطبوغرافيا حيث الينابيع. قديش نحن بنحفر بلاغي وين؟ ما هو حضرته عارف وشايف ولابس لا ولا لا معود. طلعت الموي من تحت قدمي امه ونزل التمر من فوق، وبعدين بدت امه تامن فيه. شو المخلوق الغريب العجيب هيدا؟ يا طلع بيترافق، يعني تعذبت منشانه بس بيترافق لك، عم بيسقيني وبيطعميني بدل ما انا اطلب. هو رطعني، هو طعماني، هو دلني على الماء وهو دلني على الغذاء. بدأ العقل المحامي في المسيح، عقل الفصاحة يعني عقل البلاغة. قال لي طيب أنا حملت راحت، قال طيب كيف بدي يواجه الناس؟ وشفت الناس لما شافوها، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما بلشوا يتهموا كل الاتهامات. ما حكت شيء، أشارت إلى المهد، قال كيف نكلم من كانت المهد صبية؟ وبعدين حكي المسيح الكلام المبين وبهر الناس حيث كان الناس هم الناس يبهرون عند المعجزة. ومشي المسيح إلى هذه الأيام في القرآن الكريم أبو الفصاحة. كل المسيح طرق عليه هو المسيح. ها؟ المسيح عليه طرق اهلا وسهلا ومرحبا. الحقيقه بدنا نزف للشيخ احمد علي. عزم المسيح قام على المسيح، شعار المسيح قام على المسيح.
احمد علي حسن عندي انا سبق ولا احمد علي حسن مني هذا هذا الشيء هلا غني يا ابونا جبناه وجينا جبنا الروح وجينا هلا مع انه بيصافين ده مين الحاجه للعصر كلهم اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شرف يا ابانا ويا اخانا سلام حتى قبلنا ثلاثه شرف اهلا وسهلا مساك الله بالانوار ولقاك الاسرار اكثر شوي من شار حتى تعدل بين الاعلى والادنى على كل حال مساك الله بالانوار اهلا وسهلا بك شيخنا الجليل هلا سنعطيك الكلام ان شاء الله يعني أنا شخصيا محاضرة في المجلسات بعتبرها بركة لأساطير تستجيب حضور الآباء والمشايخ بركة بس كمان كل كتاب عروسي حضور الشيخ أحمد علي حيطة هو كمان بركة كبيرة المسيح المبادئ هو اصلا بس واحد يقول مسيح سوف تتعلق فيه الافعال وين ان كان وقال يا بيقول المكسول السنجاري صاحب احمد علي حسن ما ذكرناه بعد يعني لا اغتبناك ولا اغتبنا هلا هو الذكر للمكسول يقول انا ميت الهوى وانت المسيح ان تعبني تعب الي أنا ميت الهوى وأنت المسيح إن تعودني يعني إن تزلني تعود إلي الروح أما الشيخ المكسور وشيخ الطريقة كله يقول هو صاحب هو الذي يقول يعني الخصيبي هو الذي يقول ومن يك سائلا عني فإني أنا المجنون جننني المسيح أنا الآن أمرا وقعنا فيه في حميم وطيناه للمكسون بيت الشيخ الطريق يعني الأب أخذ عباية الابن أخذ عباية الأب وصلنا نحكي على أنه هذا البيت للمكسون وهو بيت للخصيب ومن يك سائلا عني فإني أنا المجنون جننني المسيح هذول أقرطوا لهم شفرة كمان مثل الأرنب بيعملوا كودات معينة ما بيخلوا حدا يخترق